الحضانة دائما لمن؟ خليكم معنا بعد الفاصل. حياكم الله وبياكم في قناة المحامي سعد بن منصور العبنك. يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا واستقبال استشاراتكم وحجز مواعيدكم في المكتب عبر رقم الواتس آب الظاهر الآن أمامكم في الشاشة. أول شيء قبل ما نعرف الحضانة لمن ومن هو الأحق بالحضانة سواء كان الأب أو الأم، لابد نعرف أولا وش هي الحضانة، إيش الفائدة من الحضانة، ما هو المقصود من الحضانة، ما هي الغاية من الحضانة. أيضا الحضانة هي حفظ المحظون عما يضره، بمعنى إن الحاضن إذا تولى هذه المهمة العظيمة يجب عليه لكي تستمر هذه المهمة معه أن يحفظ هذا المحظون اللي هو الولد أو البنت، وهو من كان عمره أقل من 18 سنة، أن يحفظه عما يضره. لو ثبت للقاضي أن الحاضن أخل بالتزاماته وواجباته للمحظون، فإنه سيقوم مباشرة بنقل هذه المهمة العظيمة اللي هي الحضانة من الحاضن إلى من كان أهلا بالقيام بها. فالآن عرفنا أن المهمة الأساسية والواجب الأساسي على الحاضن هو أنه يقوم بما هو في مصلحة المحظون من حفظه ورعايته والاهتمام به، وذلك من ناحية مثلا دراسية أو صحية أو عقلية أو بدنية أو حتى مالية. أي إخلال أو إهمال في هذه الأمور التي تتعلق بالمحظون فيحق للقاضي أنه ينقل هذه الحضانة من الحاضن إلى من كان أهلا لها. طيب من الأولى والأصلح والأفضل للحضانة دائما؟ الحقيقة المادة 27 الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أن الأحق بالحضانة هي الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأصلح. ولكن ترى مو على كل حال أن الأم هي اللي تأخذ الحضانة، هي صحيح أن هي مقدمة بنص المادة، ولكن المادة أيضا نفس المادة في الفقرة الثانية نصت على أن للمحكمة تغيير هذا الترتيب إذا كانت مصلحة المحظون تقتضي ذلك. فمتى ما ثبت للمحكمة أن مصلحة المحظون تقتضي تغيير هذا الترتيب فللمحكمة بنص النظام أنها تقوم بتغيير الترتيب هذا، بمعنى أنه ممكن يكون الأحق بالحضانة الأب مثلا أو أم الأب، وهي المرتبة الرابعة في الفقرة الأولى. الفقرة الأولى جعلت أم الأب المرتبة الرابعة، ومع ذلك يحق للقاضي أنه يحكم لأم الأب بالحضانة إذا كانت مصلحة المحظون تقتضي ذلك. أنا أذكر في دعوة من الدعاوى التي وردت إلينا في المكتب، كان الزوج أو الطليق يطالب بنقل الحضانة إليه من طليقته، ورفع الدعوة أكثر من مرة وردت عليه ما حكم له فيها. بعدها جانا للمكتب، بعد ما قمنا بدراسة قضيته وجدنا أن الحاضنة قامت بالاعتداء على الأولاد وضرب الأولاد، وأثر هذا الضرب على شكل الأولاد وهيئتهم، وكان حتى الضرب يعني واضح على البدن، كان فيه رضوض في الكتوف الظهر، فكان الضرب ضرب مبرح. وأيضا حكم على الحاضنة بسجنها مدة زمنية، وذلك لكونها قامت بالاعتداء على الأولاد وخالفت بذلك نظام حماية الطفل. بعد ما حصل العميل على هذا الحكم وهو في الحق العام، جانا للمكتب مع التقرير الطبي مع صورة الأولاد وهذا الحكم. بعد ما درسنا القضية وجدنا أن القضية بإذن الله جدواها مرتفعة جدا، فبفضل الله رفعنا الدعوة عندنا في المكتب، وبفضل الله تم كسب الدعوة من ثاني جلسة. واستدل القاضي واستند في أسباب حكمه على أن الحاضنة قامت بالإخلال في التزاماتها تجاه المحظون، وحكم لمكننا بالحضانة وأويد أيضا من محكمة الاستئناف. عشان كذا زبدة هذا الكلام كله هو أن الحق بالحضانة هو من كانت مصلحة المحظون عنده. لو افترضنا أن مصلحة المحظون عند الأم نسبة 70% ومصلحة المحظون عند الأب نسبة 80%، فالقاضي سيحكم بالحضانة للأب لأن مصلحة المحظون أكثر عند الأب، وكذلك غيره من المراتب. اكتبوا لي تحت في التعليقات وش تبون يتكلم عنها في الحلقات القادمة. الله يوفقنا وإياكم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.